تقرير فرنسي مهم جدا لموقع الإكسبريس الفرنسي، بيتكلم على ان الامارات اللي مستضيفة الرئيس الاسرائيلي النهاردة بتدعم اسرائيل وتريد التخلص من حماس. تعالوا نشوف التقرير بيتكلم بيقول ايه. التقرير الفرنسي بيقول انه الامارات بتلعب لعبة مزدوجة فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، فهي من جهة بتدعم اسرائيل في مسعاها للقضاء على حماس، لكن بنفس الوقت تريد ان تشارك في جهود اغاثة القطاع. بيتكلموا عن كوب 28 قمة المناخ، ان الامارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط اللي بتمتنع عن توجيه اي انتقادات لاذعة لاسرائيل. اختيار الضيوف الاسرائيليين هو استعراض قوة، اللي هم الالف اسرائيلي، استعراض قوة دليل قاطع على متانة العلاقات الجديدة بين الامارات واسرائيل اللي صيغت في اتفاقيات ابراهام 2020. الوفد الاسرائيلي المشارك في هذه القمة بيتكون من حوالي 1000 شخص، بينهم الرئيس اسحاق هرتسوغ، واذا تسنى له المشاركة رئيس الوزراء ايضا بنيامين نتنياهو وعدد كبير من الوزراء. الامارات لم تسحب رسميا دعوة نتنياهو لزيارة دبي رغم القصف على غزة ومقتل الاف الفلسطينيين والادانات شبه الجماعية في العالم العربي والاسلامي. هنا التقرير بيقول لك يعني ان الامارات حتى برغم كل اللي حصل ما سحبتش دعوة نتنياهو ولا حاجة، لا يعني فضل محمد بن زايد على موقفه. بيقولوا كمان ان في الساعات المليئة بالغموض يمكن لاسرائيل الاعتماد على الدعم السري من اصدقائها الاماراتيين الجدد. وهنا بنكشف عن المفاجأة، او تقرير الاكسبريس بيكشف عن هذه المفاجأة. ايه اللي حصل؟ محمد بن زايد الرئيس الاماراتي كان اول زعيم عربي اتصل ببنيامين نتنياهو بعد هجمات حماس يوم 7 اكتوبر، ادان تصرفات حماس مباشرة. والامارات حتى بيقول التقرير انها ذهبت لحد منع فرض اي عقوبات مشتركة على اسرائيل في قمة الرياض في 11 نوفمبر رغم ضغوط جيرانها لفرض حصار على اسرائيل. بتقول الصحيفة او بتنقل عن مايكل كوبلو وهو مدير الابحاث بمنتدى السياسة الاسرائيلية في نيويورك، بيقول الموقف الاماراتي لم يكن مفاجئا اذا كانت هناك دولة واحدة في المنطقة ستقف الى جانب اسرائيل لاطول فترة ممكنة فهي الامارات. يا فرحتك يا محمد بن زايد، عشان كده الزملاء موقفين محمد بن زايد في التصميم ده ورا برج خليفة وموقفينه بين بنيامين نتنياهو واسحاق هرتسوغ. يعني التصميم برضو مقصود ان الامارات واقفة كده ما بين نتنياهو وهرتسوغ، يعني واقفة مع اسرائيل لاخر العمر. في الواقع لن يثير تدمير حماس استياء الامارات، ما عندهاش مشكلة بسبب ثقته في النجاح العسكري الاسرائيلي. بن زايد بيقوم باعداد مستقبل قطاع غزة بالفعل من خلال محاولة وضع احد رجاله الموثوقين في السلطة هناك وهو محمد دحلان. هنا التقرير بيتكلم ان بن زايد بيعد دحلان ان هو اللي يدير غزة. طيب دحلان طرد من قبل حماس في سنة 2007، بيعيش في ابو ظبي، بيعمل مستشار امن لبن زايد، وتبدو ان دي الفرصة المثالية للامارات انها تكسب النفوذ في المنطقة من خلال محمد دحلان. طبعا موضوع دحلان ده اتقال كتير جدا قبل كده، ما هوش جديد، لكن التقرير بيحاول يبروز القصة المرة دي. يوئيل جوزانسكي الباحث الاسرائيلي المتخصص في شؤون الخليج السياسية والامنية في تل ابيب قال ان هذه هي معضلة الامارات، هم عايزين يظهروا دعمهم للفلسطينيين وفي نفس الوقت عايزين يسحقوا حماس. وبيقول كمان وراء الكواليس بيقولولنا في كثير من الأحيان أنه يجب علينا وضع حد لهذه المنظمة إلى الأبد، قصدهم على حماس، لكن في نفس الوقت الإمارات مش عايزة تبان أنها ضد الشعب الفلسطيني، فوعدت ببناء مستشفى ميداني في غزة علاج 1000 طفل فلسطيني دون استدعاء سفيرها لدى إسرائيل. وبيقولوا هنشوف لحد فين محمد بن زايد هيوصل أو هيواصل لعبته المزدوجة. تقرير مهم الحقيقة عن دور الامارات، علاقتها باسرائيل، علاقتها بفلسطين، وعلاقتها بحركة حماس. لكن المقاربة اللي اتكلمنا عنها او المفارقة اللي اتكلمنا عنها في قصة قمة المناخ في الامارات في نفس وقت دك غزة وانهيار الهدنة الانسانية كان مثار نقاشات مطولة على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نقرأ بعض التغريدات. علي رضا بيقول يعني بيلعن المتخاذلين المشاركين في الاحتلال، وحاطط الصورة المناخ في غزة ملبد بالدخان نتيجة القصف، وقمة المناخ في دبي الأعلام والناس مبسوطة.
ديما الخطيب بتقول خبروا جماعة قمة المناخ في الإمارات عن سلاحف على شواطئ غزة تعاني أو عصافير تختنق قد يوقفون الحرب من أجلها، لكن بالتأكيد مش هيوقفوا الحرب عشان الأطفال والنساء. أدهم شرقاوي بيقول قادة العالم المجتمعين في قمة المناخ دعكم من دماء أهل غزة وطمنونا، عسى طبقة الأوزون بخير والذوبان الجليدي لن يؤثر على حياة الدببة القطبية والاحتباس الحراري لا يتهدد حياة الفقمات. طبعا تغريدة ساخرة من العبث اللي حصل. الأستاذ أسعد طه كاتب قمة المناخ هل هذا العالم أحمق، وأنا هختم الحقيقة بتغريدة الأستاذ أسعد، نعم يا أستاذ أسعد هذا العالم هو عالم أحمق.